بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أرسل أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك في أوكلاند في نيوزيلند. عاده الله علينا وعلى كافة المسلمين بالخير واليمن والبركة إن شاء الله. من هنا من هذا الموقع أقدم تحياتي إلى كافة الإخوان والأخوات والأهل والعائلة في أنحاء العالم. تقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال يا رب العالمين. عيدك مبارك. مبارك اجمعين. بعد قليل ستقام صلاة عيد الفطر المبارك، والقبول كثير اليوم بإذن الله تعالى. آلاف المسلمين من مدينة أوكلاند. عيد مبارك. بدأ الإخوان المسلمون يتوافدون على قاعة الصلاة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في هذا الصباح الباكر. طبعا اليوم الأجواء كلش حلوة، درجة الحرارة 17 درجة مئوية، وهناك ستقام احتفالات ويعني الأكل والشرب وكل شيء متوفر إن شاء الله، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية الإسلامية وخاصة مؤسسة الوقف السعودي والوقف الخليجي، وبالاشتراك مع الملحق الثقافي العربي السعودي القطري. عيدك مبارك. الله يبارك فيك. من عايدين ان شاء الله. جميعا ان شاء الله. الله يخليك.
طبعا الجميل في هذا العيد وحتى في هذه الصلاة انه في نيوزيلندا طبعا من مختلف انحاء العالم، من مختلف انحاء العالم الاسلامي، هناك ناس بيأتون الى الصلاة، الى الجوامع، الى العبادة، الى مكان العبادة، من 180 دولة تقريبا في العالم، من كل العالم الناس يتوافدون، وانه تشبه بمكة الصغيرة يعني، سبحان الله. حتى الأخوات المسلمات هنا من المتطوعات لخدمة هذا اليوم المبارك. عيدك مبارك يا شيخ، كيف الصحة؟ مبارك، الله يخليك. بسم الله، كل عام وانتم بخير. شوال عام 1433 للهجرة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.